السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن أنفاسكم وأنفاس السادة المستمعين وجل المغاربة والكثير من المسلمين والكثير من أصحاب النزعات الإنسانية في العالم، هذين اليومين أنفاسهم منحبسة، الأنفاس محبوسة في القلوب، والكل يتابع باهتمام بالغ عمليات إنقاذ هذا الطفل الصغير ريان، هذا الطفل الذي شاء القدر الإلهي أن يجعله محط أنظار العالم في المغرب. هذا الطفل ذي 5 سنوات الذي سقط في هذا الثقب المائي في ضواحي مدينة شفشاون، هذه البئر الضيقة ذات 30 مترا في العمق، إنه حدث مأساوي وحدث مؤلم للغاية. هذا الحدث صار قضية اهتم بها الرأي العام المحلي والوطني والدولي. تابعتم كيف أن هذا الطفل الصغير بدأت قصته لما كان بصحبة والديه يسير معه في الطريق في قريتهم بضواحي مدينة شفشاون، والوالدين غفل قليلا عن ابنهما الصغير وهو يلعب ويقفز هنا وهناك. وفي لحظة لاحظ الوالدان بأن الطفل اختفى عن الأنظار، اختفى فجأة. بدأ الوالدان يبحثان عنه، وجاء فرد الأسرة والعائلة فوجدوا البئر من دون غطاء، ولاحظوا آثار قدم صغيرة بجواره، وبالتالي تأكدوا بأن الطفل قد يكون فعلا في هذا البئر أو في هذا الثقب المائي الضيق. في الحال الوالدان قاموا بإشعار السلطات المحلية، وتحية كبيرة لهذه السلطات التي تدخلت في الحال لإنقاذ هذا الطفل. انتقلت إلى موقع الحادث منذ اللحظة الأولى للواقعة، وبدأت تحاول على قدر ما تستطيع، ولكن بدأ البحث محليا باستعمال وسائل تقليدية، وبسرعة طلبوا الاستعانة ببقية السلطات المحلية في الأقليم والمناطق المجاورة، وفعلا تبين بأن الطفل الصغير موجود في هذه الحفرة. حينما تم إنزال كاميرا تنقل هذا الأحداث هناك، وأوصلوا الماء والأكسجين لهذا الطفل الصغير، وبدأوا يصورون هذه المشاهد. حقيقة كل من رآها يشعر بصدمة كبيرة في نفسه، كل من شاهد هذه الفيديوهات مباشرة وهم يحاولون إنقاذ هذا الطفل الصغير. الفيديوهات انتشرت في المغرب وخارج أرض المغرب، تصور هذا الطفل الصغير وهو ملقى في الأسفل في مكان ضيق تحت هذا البئر، رأسه ينزف لساعات طويلة، ومع ذلك وضعيته تثير الأمل. والحمد لله بدأ الخبر ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي،
وقدمت السلطات بمختلف المكونات، لأن الخبر انتشر بسرعة وتوافدت الحشود إلى المنطقة. أكثر من 4000 شخص حلوا بالمنطقة، وهذا ربما سوف يصعب عملية إنقاذ الطفل ريان، لأن المواطنين حجوا إلى هذا المكان بكثافة لمتابعة الأحداث. والذي يحز في النفس هم الوالدين، والدة ريان في وضع صعب، مرة يغمى عليها ومرة تستفيق، والحمد لله كل الناس وضعوا أيديهم في أيدي بعض. كانت حالة تضامن وحالة تعاون وتآزر منقطعة النظير. بدأت عملية الحفر في محيط البئر، وهذا كان بشدة حضر شديد، خشية انهيار التربة وتصيب الطفل الصغير. والحمد لله، تحية كبيرة للسلطات المحلية على اختلاف أشكالها من رجال الأمن ورجال درك ووقاية مدنية وغيرهم، الذين عبروا عن اهتمامهم بروح هذا المواطن الصغير. وما شاء الله، عدد طائرة مروحية طبية في المكان، 5 جرافات، أعداد من التجهيزات، والكل يتابع إنقاذ هذا الطفل. وقلوب الناس تشعر بالألم الشديد. وسائل التواصل الاجتماعي نقلت لنا كل شيء. كنا نتابع الوضع من خلال كاميرا مربوطة بحبل تصور هذه الأحداث. يتم مد الطفل الصغير بالأكسجين عبر حبل آخر، يرسلون له الماء والحليب، وهو مشج في رأسه ويقاوم الموت ليحافظ على الحياة. ليلتان قضاهما هذا الطفل الصغير في البئر، ويحتمل أنه قد تعرض لكسور نتيجة سقوطه. والحمد لله التضامن كان واسع جدا. مواقع التواصل الإلكتروني أصدرت الشعار أنقذوا الطفل ريان، الكل يحاول بقدر ما يستطيع أن يساهم في عملية الإنقاذ. وسبحان الله العظيم، رغم الحدث الأليم المفزع، لكنه أظهر وجها مشرقا من خلال التضامن الذي أبداه أعداد كبيرة من الناس، سواء في المنطقة المحلية أو المناطق المجاورة وفي كل جهات المغرب. بل إن الأمر، هذا الحدث صار حدثا دوليا، العديد من الدول الشقيقة والدول العربية والإسلامية عبرت عن اهتمامها بهذا الحدث. من يتابع الأحداث في مصر، المصريون تابعوا الأحداث وكأنهم معنا، وعبروا عن حزنهم وألمهم، ويدعون للطفل الصغير بالنجاة. مصريون لم تكتحل عيونهم بالنوم، ويدعون الله مع الفجر ومع الظهر ومع العصر في كل وقت. بل الجزائر التي كان معنا، لنا مع شنآن وخصام، لاحظنا العشرات من الصحف الجزائرية والمئات من مواقع التواصل الاجتماعي تصدر تغريدات تدعو للطفل ريان وأبناء قريته من المغاربة بالفرج القريب. سمعنا أعداد كبيرة من الجزائريين يتلون أسماء الله الحسنى ويدعون الله تعالى ويقولون: اللهم كما أخرجت سيدنا يونس من بطن الحوت، أخرج ريان من هذا الجب وأرجعه إلى والديه سليما غانما. الكل يصدر تغريدات: قلوبنا مع الطفل المغربي ريان، لا إله إلا الله. أحداث بينت تضامن وبينت تعاطف، وبينت بأن القيم الإنسانية هي فوق النزاعات السياسية وفوق البطولات الرياضية وفوق كل شيء. النزعة الإنسانية هي الفطرية الكامنة في نفوس كل الناس. الحمد لله،
السلطات المغربية أقامت جهود مشكورة مشكورة جدا على ما قامت به، كونها خصصت مواكبة طبية من أجل التكفل بالطفل مباشرة بعد إنقاذه. الوضع الصحي ما زال الوضع يعني مثير للاهتمام، البعض يقول بأن وضعه الصحي تدهور وأنه دخل في غيبوبة، البعض الآخر يقول لا إنه يتم إشارات واستجابات بين الفين والأخرى تدل على أنه لا زال على قيد الحياة ولا زال يقاوم، والكل يحاول أن يقدم الخدمة. كل المصالح المركزية في الوطن باختلاف أشكالها تنسق من أجل إنقاذ هذا حياة هذا الطفل الصغير الذي هو ابننا وابن المغاربة جميعا. فحدث مؤلم يومان على التوالي وليلتان مظلمتان على التوالي لم يرى الكثير من الأحبة ومن المهتمين طعم النوم ولا طعم الطعام، وهم يرون هذا الحدث ويتابعونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحدث سوف يخلف بعده مجموعة من المواضيع. أولا أن القيم الإنسانية المبنية على التضامن والتآزر والتعاطف هي الأساس التي تجمع بين المغاربة على اختلاف أشكالهم وعلى اختلاف تياراتهم وتوجهاتهم، بل هذه القيم وهذه المبادئ هي اللي تجمع الأشقاء العرب من الجزائريين والليبيين والمصريين وغيرهم. فنحن صرنا في قرية واحدة والكل يتعاطف مع الكل، وهذه قيم إنسانية نبيلة تليق بواقع الإنسان. كذلك هذا الحدث ربما قد يثير ويسلط الضوء على واقع حفر الآبار العشوائية في الكثير من مناطق المملكة، فهناك أناس يشعرون بأزمة العطش، هناك دواوير جبلية تحتاج إلى الماء، وهناك أماكن التي هي تعاني من الماء، ولكن هناك حفر عشوائي للأبار لابد من تدخل السلطات المعنية من أجل إعادة النظر والاهتمام بحفر الأبار في هذه المناطق. ماذا عسنا أن نقول؟ ما زلنا نضع أيدينا على قلوبنا، نرجو الله تعالى أن يحفظ هذا الولد. أكيد أن كل من كان عنده أولاد وبنات سوف يشعر بألم هذا الحدث، ولا يسعنا إلا أن ندعو الله تعالى، لأن المسؤولين في السلطات المحلية والوقاية المدنية وأطقم من الطب وغيرهم كل يقوم بما هو يقدر عليه، يعني واحد الأشغال جبارة وكبيرة مخافة أن يصاب الولد. ولكن ماذا عسنا أن نقول إلا أن ندعو الله. لهذا أقول للسادة المستمعين جزاكم الله ألف خير لحد الساعة، ولازلنا ننتظر أخبار سارة تدخل الفرحة على قلوب المغاربة وعلى وجه الخصوص القلب ديال الأم والأب ديال هاد الوليد ريان. هذا الحدث حتى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس يتابعه شخصيا عن كثب، وأعضاء الحكومة والوزراء وعامة الشعب الكل يتابع، والرأي العام الدولي هناك قنوات وجهات أجنبية تتابع. نسأل الله تعالى أن يكتب لهذا الطفل النجاة ويكتب له عمرا جديد. فتعالوا بنا أيها الأحباب نرفع أكف الضراعة إلى الباري عز وجل ونقول يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، اللهم يا رب العالمين إن نسألك بعزك الذي لا يرام، ونسألك اللهم ببولكك الذي لا يضام، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك يا مولانا بقدرتك على جميع خلقك، اللهم أغث هذا الطفل الصغير ريان، اللهم أغثه يا مغيث، اللهم أغثه يا مغيث، يا ربي يا كريم، يا من تمن على المستضعفين، يا من لا يكشف الضر سواه، لا إله إلا أنت،
يا رب إنك قلت في كتابك العزيز قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. اللهم يا رب العالمين أنجي هذا الطفل الصغير ريان من هذا الكرب. اللهم يا رب اكتب له حياة جديدة وأنقذه يا رب من الممات، يومان متتاليان وليلتان متتاليات بلا طعام ولا شراب والدم ينزف، ولعل هناك كسور والأم والأب يغمى عليهم ويستفيقان، وكل عبادك المؤمنين يتابعون بحزن عميق. يا ربي يا كريم أنت على كل شيء قدير، يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه يا رب العالمين، يا رافع شأن يوسف على إخوته يا ربي يا كريم، يا كاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف غم المغمومين. نسألك اللهم أن تحفظ هذا الولد، اللهم انجه يا رب وأخرجه يا رحمن يا رحيم من هذا البئر الضيق. اللهم كما أخرجت سيدنا يونس من بطن الحوت وأخرجت يوسف من الجب، اللهم يا رب أخرج هذا الولد من هذا البئر، أخرجه سالما غانما وأرجع إلى والديه بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب بحق قولك ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. يا رب إن هؤلاء البشر كل السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية ورجال الشرطة ورجال الطب والصحة كلهم عجزوا عن إنقاذ هذا الطفل، وأنت يا ربنا لا يعجزك شيء، أنت القوي وأنت على كل شيء قدير، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اكشف عنا هذه البلوى يا عالم كل خفية ويا صارف كل بلية. اللهم تدارك هذا الطفل برحمتك وعفوك، يا ربنا أنت ملاذنا وأنت عيادنا، نتوسل إليك باسمك الواحد الأحد الفرد الصمد. اللهم عجل بالفرج يا كاشف الغم ويا مفرج الكرب، اللهم يا رباه يا رباه. اللهم أغث هذا الطفل الصغير يا لطيف يا لطيف، أغثه بلطفك الخفي، اللهم أغثه بلطفك الخفي، اللهم أغثه بلطفك الخفي. اللهم إنا ننتظر فرجك، اللهم إننا نترقب لطفك، فالطف به وبنا وبجميع المؤمنين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرك طرفة عين يا رحمن يا رحيم. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج. أحبابنا الكرام جميعا قولوا آمين، آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.